يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الشابتر اللي بعد كده هنتكلم عن الكريبتوغرافيك. يعني ايه كلمه كريبتوغرافيك؟ اللي هو علم التشفير. تمام، شابتر نظري كده بس لذيذ على فكره، يعني شويه حواديت كده هنحكيها. بيقولي في الاول الكريبتوغرافيك ده بيتضمن 3 عناصر. اول حاجه اوثنتيكيشن، التحقق، علشان اعرف فعلا الطرف اللي بعت لي او السندر اللي بعت لي الرساله دي فعلا هو الشخص اللي بيدعي انه بعت الرساله ولا لا. تمام، انتجريتي، عشان اتاكد ان الداتا دي نوت الترد في النص، ما تلعبش فيها في النص. كونفيدنشاليتي، عشان اتاكد ان الداتا دي اتنقلت في التشانل سكيورد متشفره. تمام، فبيقول لي هنا بس في الاول النتورك لين كان بي سكيورد ثرو. لو انا عايز اعمل سكيورتي على اللين اعمل ايه؟ اعمل ديفايس هاردنج. كلمه ديفايس هاردنج معناها على سبيل المثال سيرفيس انا مش محتاجاها مثلا على السيرفر بتاعي. اديكوا كاكزامبل، مثلا انا مقومه دي اتش اس تي سيرفر، تمام، ليه احط عليه اف تي بي وانا مش محتاجاه؟ ما انا كده فتحت عليه بورت اصلا انا مش محتاجاه. تمام، فاي سيرفيس، اي راوتر، اي ديفايس في الدنيا، اي سيرفيسز انا مش محتاجاها عليه اقفل على طول السيرفيسز دي، لان سيرفيس معناها بورت مفتوح، وبورت مفتوح قلنا مليون مره معناها فولنربيليتي على السيستم بتاعي. تمام، تريبل اي اكسس كنترول، عايز تعمل اوثنتيكيشن على السيرفر او على الراوتر بتاعك بلاش تخلي عليه يبص على اللوكال داتابيز، ريكومندد انه يبص على مين؟ على تريبل اي. فاير وول فيتشرز، تقوم فاير وول، تقوم الاي بي اس اللي انت بتكرهه. تمام، طيب ده بالنسبه للسكيورتي جوه اللين. طب افرض دلوقتي ان انا عايزه اعمل سكيورتي، او سوري عايزه ان انا انقل الترافيك ما بين برانشز. تمام، اوفر نتورك، اوفر انترنت على سبيل المثال. طب ما انا عايزه اتاكد ده تمهيد نقل الفي بي ان المره الجايه ان شاء الله. تمام، فانا عايزه دلوقتي اتاكد ان الداتا بتاعتي هتتنقل على الانترنت بس ايه؟ سكيورد. تمام، فده التوبيك بتاعنا. قلنا تاني اوثنتيكيشن معناها تحقق، بيديني هنا كاكزامبل كده اللي هو الجهاز اللي هو بتاع السمار اسمها ايه، مكن الاي تي ام، مكن الاي تي ام انت بتكتب فيه كود صح؟ ما هو الكود اللي انت بتكتبه اللي هو البين كود ده عشان يتاكد فعلا ان انت الشخص اللي صاحب الاكونت. تمام، انتجريتي برضو بيشبهها لك كاكزامبل. ايام زمان، ايام النوبلز زمان، تمام، كان بيبقى فيه مثلا ده اللي هو الشمع الاحمر وبيروح ختمينه كده بقفل، او يروحوا معلمين عليه كده بقفل عشان يتاكدوا فعلا ان المسج دي جايه من الكينج. تمام، كونفيدنشاليتي، قلنا كونفيدنشاليتي معناها سريه. يعني ايه سريه؟ الداتا بتاعتي هروح ملخبطاها، الحروف بتاعتي هروح مشقلباها ملخبطاها. تمام، عشان اي حد يشوف الرساله دي في النص ما يعرفش الداتا دي جت منين. اوثنتيكيشن، تمام، ده الداتا انتجريتي. بعد كده الكونفيدنشاليتي. تمام، سايفر تكست وبلين تكست، ايه الفرق ما بينهم؟ كلمه بلين تكست يعني الداتا اللي هي الكلير تكست اللي انا شايفاها بعيني، انما السايفر، سايفر يعني ايه؟ ده التشفير اللي انا طلعته فعلا من البلين تكست ده. تمام، طيب في عندي كذا نوع من انواع السايفر تكست بقى، ازاي ان احنا نعمل انكريبشن؟ ايه كانت حاسبات، ما هو الكلام ده بص واخدينه بالملي صح؟ ماشي هنعيده برضه، كرينه كله ايه؟ عشان كرينه كله. طب اسال يعني؟ اسال؟ تمام؟ بيقول لي دلوقتي ازاي ان انت تكريتي سايفر تكست؟ هو بدأ لكم بقى الحدوته من زمان كحاجه هيستوريكال. فبيقول لي في انواع كتيره من انواع الكريبتوغرافي، انواع التشهير. اول حاجه خالص ترانسبوزيشن. كلمه ترانسبوزيشن معناها يعني شيء الاماكن بتاعتها، هي نفس حروف الرساله بس متبدله، انما هي نفس الحروف بالظبط ما تعدلش فيها. تمام، سبستيتيوشن، سبستيتيوشن يعني احلال، يعني الحروف نفسها اتشالت وتحط مكانها حروف تانية. وان تايم بيت، هنعرف كمان شويه وان تايم بيت دي كاكزامبل يعني ان شاء الله. تمام، فبيديني كذا اكزامبل بقى لانواع السكيورتي، لانواع سوري الانكريبشن. على سبيل المثال السكاي تيل، سيزر، سايفر، فيجيني، نمسك بقى واحده واحده. اول حاجه خالص السكاي تيل، مثلا كاكزامبل جايب لي هنا دي رساله اهي مكتوب اس اي اي ان ال مش عارفه ايه، شويه حروف انا مش فاهماها. تمام، بس السورس والديستنيشن كل طرف من الطرفين زي مثلا كينجدم مملكه وعندها مثلا عايزه تبعت الرساله دي لكينجدم ثانيه. تمام، فالمفروض دلوقتي ان اي حد في النص يقف قدام الماسنجر ده وياخد منه رساله مش عايزاه يشوف، فالطرفين السندر والريسيفر هيبقى عندهم القضيب ده، نفس القضيب بالظبط.
تمام، وبيلفوا الرساله حواليها بطريقه معينه، هي الحروف نفسها انا مش فاهماها، بس بعد ما اتلفت بصوا بقى مكتوب ايه، سند هيلب. عشان كده قلت لكم لازم يكون نفس القضيب بنفس الشكل بالظبط عند السورس وعند الديستنيشن. تمام، يبقى ده نوع من انواع ايه؟ لا اقصد انهي نوع من الانواع دي، ترانسبوزيشن. اما غيرتش الحروف تمام. بعد كده سيزر سايفر، سيزر اللي هو مين؟ قيصر. تمام، قيصر كان مش تراستد ان اي حد ممكن يلقط الرساله بتاعته. تمام، فبدا يفكر كده بطريقه، بدا ان هو يعمل شيفت للحروف بمقدار 3. يعني مثلا اي بدل ما هي ايه عمل لها شيفت لكام؟ دي. بي بقت ايه؟ اي. وجايب لك هنا اصلا الرنج اللي كان بيستخدمها، يبدا ان هو يحرك الحروف دي بمقدار 3. تمام، الجنرال او الطرف الثاني يبقى عارف ان الحروف بتاعته متشفره بمقدار كام؟ 3. تعالوا كده نجرب نلعب شويه. بس يلا، في انواع طبعا دلوقتي من التشير معتمده على سيزر وبتعمل شيفت مختلف عن 3، مش شرط ان هو الشيفت يبقى 3. تمام، بس طبعا ده تشيرات حاجات بسيطه، وبعد كده بداوا ان هم يعتمدوا على الافكار دي ويطلعوا منها بقى الدس والثري دس، كل ده بدا من الليله دي اساسا. تمام، فلو جيت هنا قلت له ذا بليك تشامبر، هي تشامبر بالاسم ولا تشامبر؟ تمام، ندخل مثلا على طريقه التسير بتاعه سيزر في فيجينيه كمان، اهو هحكي لكم كمان شويه عن فيجينيه. فرنسي بالظبط. تمام، هو قايل لي هنا ان الشيفت الديفولت على الـ على الـ على البلاك تشامبر ده ايه؟ الشيفت بمقدار 8. طب لو انا حبيت ان الشيفت مثلا بمقدار ايه؟ 18. سوري انا. تمام، طب لو انا قلت له مثلا عبير انكربت كده، قال لي فعلا ان حرف الاي قصاده. طب تعالوا نعكس، شيل دي تمام، واقول له دي سايفر، جابها لي فعلا عبير. حطوا بقى هنا الاوفست اللي انتوا عايزينه. تمام، لو خلينا مثلا 3 زي ما هو عامل عندنا اصلا، ايه بقت ايه؟ دي. تمام، في هنا الموقع ده بصراحه تحفه، زي ما قلت لكم في سيزر، في فيجيني بتاعنا اللي لوحده هنا برضو فيجيني تحت اهو، في حتى كذا نوع من انواع الفيجيني. عايشوا حياتكم بقى فيه ايه. تمام، طيب فيجيني الراجل ده بجد بجد دماغه عبقريه جدا. فيجيني ده فعلا راجل فرنسي سنه 1586. تمام، بدا يفكر في نوع تشفير هو معتمد على السيزر سايفر، بس فعلا طريقه تفكير الراجل ده كانت عبقريه. بدا يعمل تيبل زي ده. تمام، استنى كمان كام سلايد كده هيوضح اكتر. تمام، بصوا التيبل ده اي بي سي، وهنا برضو اي بي سي. تمام، ايه مع ايه في الاول يديني نفس الحروف اي بي سي دي، وبعد كده يبدا يشفت اي بي سي، بعد كده بي سي دي، بعد كده سي دي اي. تمام، افرض دلوقتي مثلا هنا كاكزامبل عندي كلمه زي دي، فلانك فلانك ايست اتاك الدون، فلانك هيعمل اتاك من الايست الدون في الفجر. تمام، هيبدا يستخدم لها كي معين، هنا مثلا استخدم الكي ايه؟ سيكريت كي. طب افرض ان المسج بتاعتي اكبر من الكي، يكرر الكي. تمام، طب افرض ان المسج بتاعتي اقل من الكي، ياخد حته من الكي. تمام، ويبدا يشوف حرف الاف مع حرف الاس، ادي الاف مع حرف الاس اداني ايه؟ اكس، يروح حاططها في التيبل. تمام، بعد كده اللي مع ايه اداني ايه؟ بي، يحطها في التيبل انس اون. لما يكرر العمليه دي كذا مره ادي نتيجه التشفير. تمام، طب الرساله راحت للطرف الثاني تو ديكريبت بقى، الرساله اهي في الاول. تمام، ماشي يا سوري، الرساله اهي، يبدا يحط الكي معاها. طبعا الطرف الثاني مصر ان هو يكون معاه نفس التيبل ومعاه نفس الكي، يبدا يعمل ايه؟ الاس، ياخدها مع حرف الاكس يحطهم في التيبل، يطلع له حرف الايه؟ اف. اف فلانك
هتلاقيها برضو في النهايه فلانك ليست اتاك الدون. تمام. دي كانت طريقه تفكير مين؟ فيجيني. انا عن نفسي بصراحه يعني خد بالك ان الناس دي طريقه تفكيرهم زمان كانت عامله ازاي. ايه فضى ماشي. ما هو ده اللي خلاك دلوقتي تدخل على الفيس سكيور ده على فكره. صباح الفل. تمام. المهم في كمان جيفرسون جيفرسون انكريبشن ده كان الرئيس الثالث لليونايتد ستيتس، برضو كان عامل حاجه كده شبه بتاعه سيزر، نفس اللي هي الدايره المدوره بتاعتهم دي. تمام. في كمان الانجما، جهاز الانجما ده كان جهاز واحد عمله وباعه لالمانيا. جهاز الانجما ده اخذ وقت طويل جدا 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 عشان اصلا يقدروا ان هم يفكوا طريقه تفكيره كانت عامله ازاي. انجما على فكره كترجمه معناها اللي هي البازل اللي ملهاش حل، المشكله اللي ملهاش حل او البازل اللي ملهاش حل. تمام. ده استخدمه الالمان اساسا ايام الحرب العالميه الثانيه، محدش كان قادر نهائي ان هو يفك التشفير بتاع الجهاز ده بيتفك ازاي، او المكنه دي بتشفر الداتا ازاي. اوكي. احنا قلنا تاني الترانسبوزيشن. ترانسبوزيشن معناها ايه؟ ان الداتا بتاعتي بيبدل صح. زي ايه؟ استخدموا فيها على سبيل المثال لما ناخد كمان النهارده ان شاء الله في اخر اليوم الامبلمنتيشن اللي موجود ليها دلوقتي زي الديس، زي الثري ديس. دي انواع انكريبشن كنا اتكلمنا عنها ايام ال ان اي كده حواسيطه، هنتكلم عنهم النهارده ان شاء الله بالتفصيل. اوكي. طيب ترانسبوزيشن زي ايه؟ مثلا حاجه زي الاكزامبل ده، ادي الرساله بتاعتي فلانك فلانك يستأدون مش عارفه ايه كده، فبيحطها بيفردها بالمنظر ده. بص اف كي تي تي اي دبليو، اهي الرساله جت لي اصلا بالمنظر ده، ده السايفر اللي وصلني. ابدا ان انا الاول هحط الاول اول كاركتر واحط ثلاثة بوينتس. تمام. بعد كده الكاركتر اللي بعديه بعد كده 3 بوينتس، السطر اللي بعديه بنحط دوت وبعد كده حرف دوت وبعد كده حرف، اللي بعديه برضو بنكرر نفس العمليه بس بعد ما احط 3 دوت، وبعد كده نمشي بالخط زي ما انتم ماشيين كده، زي ما انتم شايفين كده. طلع لي ايه في الاخر؟ الكلير تكست. ده فعلا ترانسبوزيشن اهو، مغيرش الحروف، هو كل اللي فيها لخبطه. تمام. سبستيتيوشن بقى، سبستيتيوشن قلنا معناه احلال الحروف اصلا بتتغير زي سيزر وزي فيجيني، وشفنا ان سيزر الديفولت بتاعه انه كان بيعمل شيفت للحروف بثلاثه، انما فيجيني كان بيعمل ايه؟ كان بيطلع اساسا من التيبل عن طريق سيكريت. تمام. وده كان اول واحد على فكره يستخدم سيكريت. هو سيزر كانوا بيعتبروا برضو ان في سيكريت كي اللي هو مقدار الشيفت، بس طبعا دي حاجه سامبل مقارنه بفيجيني. ده سيزر كان بيتعامل ازاي الشيفت. تمام. وده التيبل بتاع فيجيني. خلاص خلاص يا عم، بديكوا هنا اكزامبل على فكره انتوا بقى تحلوه. فكاتب لك هنا السيكريت بتاعك اللي انت هتستخدمه تي سي بي اي بي، تي سي بي اي بي بيكرره، وقام مديك المسج دي. تمام. طبعا المسج اقل من الكي، مفيش مشكله، احنا اتفقنا ساعتها بناخد ايه جزء من السيكريت كي. طيب التي مع الفي اداني ايه في الاخر؟ سي. سي مع الاي، المهم الرساله دي هتديك في الاخر سيستم اي سكيورتي. تمام. وان تايم ديت، اللي عمل النوع ده اصلا من الانكريبشن كان واحد شغال في اي تي ان تي اللي هي كانت زمان باللابس، اللي كان عاملها اصلا جراهام بيل، معامل باللابس. تمام. الراجل ده بصراحه فيرنام ده عامل شويه انواع انكريبشن تحفه، مش الوان تايم باد بس، ده كان عامل نوع كمان بس مش عارفه متهيئ لي هنا، لا انا اجيب لكم شكله. فيرنام كان بصراحه واد دماغ، هو عامل نوعين من الاتاك، النوع الاولاني اسمه فيرنام سايفر والنوع الثاني وان تايم بيت. تمام. النوع الاولاني سي دلوقتي دي الرساله الاصليه اللي عندك، ده البلين تكست هيلو، يعمل ايه؟ يبدا يحط تحتيها حروف، يبدا سوري يحط تحت ده اللي هو ال سوري اللي اسمه ايه الكي بتاعنا، اسف الكي بتاعي اكس ام سي كي ال، ده الكي
تمام؟ يبدأ يبدل بقى الحروف دي كلها سواء عند الكي أو عند المسج بأرقام. يعني إيه؟ إيه مقابلة لمين؟ واحد. بي مقابلة لاثنين. أنت سؤال. تمام؟ فهتلاقي إن حرف الإتش مقابل لسبعة، حرف الإي مقابل لأربعة. نفس الكلام بالنسبة للكي، حرف الإكس مقابل لثلاثة وعشرين، حرف الإم مقابل لاثناشر. أنت سؤال. تمام؟ لو أنا عايزة أعمل ثانية، لو أنا زيرو إيه؟ إكس ثلاثة وعشرين بقى بداية زيرو. اي اي بي سي دي اي يبقى صفر اهو، بدأ فعلا من صفر اهو عشان الاي فعلا اربعه. تمام. المهم تاني، لو انا عايز اشفر يعمل ايه؟ يبدا يجمع الارقام دي، 7 و23 اداني كام؟ 30. 4 بلس 12 16. طب نمسك ال 16، ال 16 ده الكاركتر المقابل ليها كيو، ينزل ال 13 الكاركتر المقابل ليها ان. تمام. طب سؤال بقى، ال 30 ليها مقابل؟ لا ليها مقابل، اقصد في الالفابيتيكال. لا، لا. لا طالما ما لهاش مقابل يروح طرح منها 26 يديني كام؟ 4. الأربعة ليها مقابل، ما انا عارفه ان اقصى عدد من الالفابيتيكال اصلا 26 كاركتر من حرف الست. تمام. فيطرح منها 26 يديني ايه؟ 4. 4 مقابل لحرف الاي، فاداني في الاخر الصيفر كام؟ الرقم ده. طب افرض دلوقتي ان انت عايز مش ايه؟ طرح. لا طرح 30 ناقص 26 اركن المودلس دلوقتي، اركن المودلس دلوقتي. ما ثانية واحدة، المودلس يعني ايه؟ طيب ماشي، لو هم بدل ما هم مثلا 25 بقوا 50 تمام، او كام؟ افرح كذا 26. طيب كذا مرة 26 باقي، ما هي فعلا المودلس ده اللي تمام. طيب قلنا تاني، افرض دلوقتي ان انت عايز تعكس العمليه بقى، يعني انت عندك السايفر تكست ده واكيد معاك الكي تمام، طب الكي لازم اصلا يبقى عند الطرفين وعايز تطلع منهم البلين تكست، تعمل ايه؟ طبعا كل كاركتر اتفقنا ان انت تحط قدامه الترتيب او الرقم بتاعه. تمام. المره دي بقى تطرح 4 ناقص 23 4 ناقص 23 19، بس 19 ده بالماينس يبقى تجمع عليه 26 اداك كام؟ 7. ال 7 مقابل في الالفابيتيكال اتش. نجرب واحده كمان كده، الكيو، الكيو كام؟ 16. 16 ناقص 12 4. ال 4 مقابله لمين؟ للاي. تمام. فبصراحه انا عجباني جدا برضو طريقه التفجير ده، اللي هو كانت طريقه التشفير اللي اسمها ايه؟ فيرنم. تمام. فيرنم عامل نوعين اصلا من التشفير، النوع الاولاني زي ما اتفقنا اللي هو الفيرنم سايفر، والنوع الثاني وان تايم بيت. ايه الوان تايم بيت ده بقى؟ قال لك ده بيبقى فيه كذا كي، بيبقى فيه ايه؟ كذا كي. مثلا ورقه عندي، ورقه عند الطرف الثاني، احنا الاثنين عندنا نفس الكيز بالظبط بنفس الترتيب، الكي اللي هنستخدمه مش هنستخدمه ثاني. تمام. علشان كده بيقول لك ان الوان تايم بيت ده يستحيل ينضرب، بس الفكره ازاي ان انا انقل الورقه دي ما بين الطرفين. السيكورس دي اساسا ازاي ان انا انقلها ما بين الطرفين. لو انا عديت المرحله دي خلاص كده انا ضامنه ان مفيش اي اتاكر هيعرف ان هو يعرف البلين تكست بتاعي. تمام. بعد كده بيكلمك عن الكراكنج، ازاي ان انت تعمل كراكنج بقى. كراك يعني ايه؟ تلقط اصلا البلين تكست من السايفر تكست. في طرق كتير، البروت فورس اتاك وده اللي لغايه دلوقتي منتشر، انما الباقي الانواع دي كلها تعتبر انواع ليجاسي. نمسك واحده واحده بقى. بروت فورس اعتقد اتهرينا طول الكورس بتاعنا اساسا بروت فورس اتاك. بروت فورس اتاك معناه ايه؟ ان انت عن طريق برامج بتبدا ان انت تجرب كل الطرق الممكنه عشان توصل للكي. تمام. تعالوا نجرب حاجه كده واحنا قاعدين بنلعب، بس ما يكونش على السيف. ما يكونش على ايه؟ السيف. نعمل حاجه على الام جي 5. اوكي نانكربت كده حاجة. هقول له هنا كريك سيسكو باسورد وندخل على نفس الموقع. تمام. بس كده هو دخلني على بتاع التايب 7، يا اما كنت ادخل على الصفحة اللي تحتها او من هنا اصلا ادخل اقول له ايه؟ تايب 5. ما بيضربش الـ RSA؟ الـ RSA؟ الهاشت. ما ده الـ MT5 هاشت. توصل الـ SHA؟ الـ SHA. ما جربتش، أنا اللي جربته قبل كده الـ MT5.
انما ال SH ايه ما جربتش. نعمل حاجه بسيطه كده enable secret 1 2 3. بلاش نزود كنت الكاركترز قوي علشان بس ما يطولش، لان طبعا بروت فورس اتاك معناه ايه؟ اني بفضل ان انا اجرب كل الطرق الممكنه عشان اوصل للكي بتاعي. تمام، لو قلت له شو رانينج انكلود انيبل هاخد القيمه دي كده حطها في الموقع كراك ونسيبه مع نفسه بقى كده يفضل يجرب على ما نخلص كده شغل يكون هو اصلا خلص. تمام، طبعا البروت فورس اتاك معناه ايه؟ ان انا بفضل ان انا ادور على كل الطرق الممكنه لغايه ما انا اوصل للباسورد. بتبص على ايه؟ لا لا لا، في الثالث هيطول، في الثالث هيطول. تمام، هو تقريبا هيقعد تقريبا هيطول، هنا في حالتي انا هيقعد تقريبا 8 9 دقائق لان انا استخدمت. تمام، لكن لو انا كل ما اكتر حجم الكي هيقعد فتره طويله جدا. انا مره سبته طول الليل اساسا وقمت نمت جيت لسه كان لسه ما خلصش طفيت. والمشكله دلوقتي البروسيسور يلا يعني ايه الصفحه دي؟ لا انا ما عملتش انا ما بستخدمش دلوقتي كلاودنج تكنولوجي. انا عايز اقول لك ان الصفحه دي لو انا فصلت النت دلوقتي وبعد كده هو بيبدا يستخدم بقى طرق كده علشان يقدر يوصل للكي والطريقه اللي تشفر بيها التكست ده. النوع اللي بعديه نون بلين تكست اتاك، اللي فات كان اسمه ايه؟ عارف ان ده ملف تكست، عارف ان ده ملف صوره جي بي جي. تمام كده، وبرده بيرن عليه البروت فورس اتاك عشان يوصل لمين؟ لنوعيه التشفير.
السطر ده وانا ما اعرفش ده عباره عن ايه. تمام؟ فانا هبدا اخمن 1 2 3 ازاي طلع الكلام ده، وبناء عليه هعرف السايفر اللي في ايدي ايه هو البلين تكست بتاعه. من ضمن الطرق برضو دي اللي كنت بكلمك عنها المره اللي فاتت يا عمرو، حاجه كده او طريقه كده بنسميها statistical analysis. يعني ايه؟ لما جم يجربوا كده في الحروف الالفابيتيكال لقوا ان اكتر حرف تقريبا شائع وبيكرر كتير جدا هو حرف الاي. او 5 وطف. تمام؟ تبدا تجرب بناء على كده. مديك هنا اكزامبل مثلا حاجه زي كده، بدا ان هو بعد ما بيعمل اناليسيس لقى زي ما قلنا من شويه السكر دلوقتي ما بقاش في معادله التشفير ذات نفسها،
السيكريت دلوقتي بقى ايه؟ في الكي. لو عرفت الكي هتعرف تفك اصلا اي تشفير اي داتا اي سايت. ال 85 بيأكد لي ان المعلومة جت فعلا not altered في النص ما تلعبش فيها بس، انما مش بيضمن لي ان هي جاية فعلا من السورس ده صح. علشان كده عملوا فيرجن من ال 85 ومن ال SHA اسمه HMAC. ال 85 ما بيستخدمش secret key صح، لكن ال HMAC بيستخدم key. ايه الكلمتين دول؟ اصبروا عليا بس شوية وهنعملهم عملي. confidentiality يعني ايه confidentiality؟ سرية الداتا. زي مين؟ على سبيل المثال اشهر ثلاثة دلوقتي الديس والثري ديس والاي اس، وطبعا اقواهم الاي اس، ورغم ان الكيس بتاعته اكبر الا ان هو اسرع، يعني الاي اس فعلا افضل. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نمسك بقى واحدة واحدة. اول حاجة الهاشينج. احنا قلنا هاشينج يعني ايه؟ عايزه اتاكد ان الداتا بتاعتي ده بروسيسور هدي اهو تقريبا شكله خلص اهو جاب لي فعلا ايه الايه الحمد لله على السلامه، جاب لي فعلا البلين تكست اللي انا كنت كتبته. زي ما قلت لك يا احمد كل ما هتكبر حجم الكي هياخد وقت اطول. تمام. طيب لو جيت تاني دخلت كده على جوجل تمام وقلت له هاش جنريتور مثلا ده كده، في مواقع كتيره جدا اونلاين بديها مثلا كي معين او بديها اي مسج معينه وبتعمل لي منه جنريت لي الكي. تمام. ده ام تي 5 بس. لا يا عم انا مش عايزه ام تي 5. تهيألي ده كويس، ده كويس جايب لي كذا نوع. في عندي الاس اتش اي وفي عندي الام تي 5 وفي عندي الاس اتش 256، في عندي كذا نوع. تمام. اضعافهم طبعا زي ما اتفقنا ال MT5. طب لو قلت له مثلا عبير هاش دي الكي معايا. تمام. طب لو انا قلت له بلاش ال MT5 خليها مثلا SHA، ماشي SHA1. اخدتوا بالكم ان هي طولت اكتر صح؟ ليه بقى؟ ال MT5 حجم الكي اللي هو بيستخدمه عشان يشفر الداتا وعشان يجنريت الكي 128 بت. 128 بت. هو دايما الهاشنج معناه زي ما اتفقنا ان هو بيطلع لي قيمه كده مشوهه، والقيمه دي دايما حجمها ثابت. القيمه دي دايما حجمها ايه؟ ثابت. علشان كده ده ما يعتبرش ان هو انكريبشن. ايه الفرق ما بين الانكريبشن والهاشنج؟ الانكريبشن بيطلع قيمه مشوهه بنفس حجم القيمه الداتا الاصليه. السايفر تكست عاده، مش دايما يعني، عاده السايفر تكست بيطلع نفس الحجم بتاع ايه؟ الكلير تكست. هي نفس الداتا بس ايه؟ مشوهه. انما الهاش لا، الهاش دايما بنقول عليه ان هو بيطلع لي قيمه ثابته بالهكسا ديسيمال، بيطلع لي قيمه ايه؟ ثابته بالهكسا ديسيمال. تمام؟ تعال اقول لكم بدل ما انا بعملها اونلاين، في عندي برنامج هيوضح الدنيا اكتر. تحت بروجرامز. هاشكال. احمد تعالى نسطب البرنامج ده غالبا معايا؟ معايا. انت كتبت كمان؟ ماشي اوكي. سي دلوقتي ان انت فعلا كتبت اي قيمه كده. لو انا عايزه دلوقتي اجنريت مثلا الهاش بتاعها بالام دي 5 تمام وبالاس اتش اي، وخلينا كمان بالاس اتش 256 بالقيم دي مثلا. تمام. لو قلت له دلوقتي كالكوليت، انت عامل فايل، هو انا عايزه دلوقتي اكتب له هنا تكست. تمام. كالكوليت. لو تاخدوا بالكم الام تي 5 اصغرهم، احنا اتفقنا ان الام تي 5 بيجنريت حجم الكي كام؟ 128 بت.
طب لو انا قسمتهم على 8 ليه 8؟ هو دلوقتي بيجنريت هنا قيم بالهكسا تمام، وانا عارفه ان الهكسا اي كاركتر بالهكسا 8 بت صح، يبقى ده هيطلع لي كام؟ 32 كاركتر هكسا. يبقى اللي قدامي ده هيطلع لي كام؟ 32 كاركتر. طب ال اس اتش اي، ال اس اتش اي 1 بالمناسبه ال اس اتش اي 1 هو 160 160 لو قسمتهم على 8 هيطلع لي هنا 40 كاركتر، يعني فعلا ازيد هنا 8. تمام. كان في اس اتش اي 0 وكان برضو 160 بت بس كان ضعيف وتعبان، وعملوا بعد كده مين؟ الاس اتش اي 1. بعد كده عملوا اس اتش اي 2. الاس اتش اي 2 في منه كذا فليفر، في 256، في 384، في 512، في كذا فليفر. تهت في ايه؟ تمام، زي ما اتفقنا في انواع كتير مش دول بس، في هيصة يعني. تمام، فدي انواع مين؟ الهاشنج. يبقى تاني الهاشنج انا بتاكد، انا عن طريقه بتاكد ان الداتا بتاعتي نوت الترد. يبقى انا بستخدمه فين؟ في الانتجريتي، بستخدمه فين؟ في الانتجريتي. وبالمناسبه في بيئه الدومين، واحنا بنعمل الدومين كنترولر بتاعنا، لما انتوا بتكتبوا الباسوردات بتاعتكم اصلا في بيئه الدومين على الكلاينت عشان تاوثنتيكيتوا من الاكتف دايركتوري بتاعي، تمام، انتوا مش بتبعتوا لي اليوزر نيم والباسورد، او خلينا نركز الباسورد، انتوا مش بتبعتوا لي الباسورد، انتوا بتبعتوا لي ايه؟ الهاش فاليو بتاعتها. تمام، الهاش دايما بنقول عليه ان هو وان واي انكريبشن. الهاش بنقول عليه ايه؟ وان واي انكريبشن. بالعقل كده الانكريبشن، الانكريبشن بطلع نفس حجم الداتا الاصليه، فممكن اعكس العمليه الحسابيه واطلع الداتا الاصليه، لكن الهاش، الهاش ده انا دايما بطلع قيمه ثابته صح، ايا كان حجم الملف، ايا كان حجم الداتا اللي انا كتبتها له دايما بيطلع لي نفس القيمه. طب ازاي ان انا دلوقتي اعكس العمليه؟ ازاي ان انا اطلع مثلا ملف 50 ميجا مثلا طلعت له ايه؟ هاش. ازاي بعد كده هفك تشفير الهاش عشان اطلع الداتا الاصليه؟ بالعقل صح. امال اللي انا عملته من شويه على الموقع ده ايه؟ هقول لكم دلوقتي حالا ان شاء الله. ما انا عملت ديكريبت اهو. ديكريبت ليه؟ على الموقع. قال لي ديكريبت يلا على الموقع اللي هو بتاع 1 2 3. اه ده 1 2 3. طب ما هي برده تعتبر ده صح، 1 2 3 طلعت منها 108 اسمها ايه، 120 بت اللي هي 32 كاركتر هكس صح، ازاي طلعت منهم 1 2 3؟ تمام، هقول لكم حالا عملنا ده ازاي ان شاء الله. المهم تاني الهاشنج الاصلي بستخدمه لايه؟ للانتجريتي. تمام، وصحيح بالمناسبه كمان انت لما بتيجي تكتب الباسورد بتاعتك على الويندوز مثلا، تمام، الملفات الداتا دي كلها او الباسوردات دي كلها احنا اتفقنا في بيئه الورك جروب لو تفتكروا في اول الكورس بتاعنا، قلنا ان الباسوردات كلها بتبقى موجوده في ملف السام. ايوه السام فايل صح. بتبقى كلير تكست يلا؟ لا بتبقى ايه؟ هاشت. تمام؟ بتبقى هاشت من غير كي. كله دخل في بعضه صح؟ طب انت لا احمد ده بطل 3 كورسات ده بطل صح؟ المهم تاني قلنا ان الباسوردات جوه السام فايل بتبقى ايه؟ هاشت. انا لو جيت ادخل دلوقتي على المكنه بتاعتي وكده اكتب له الباسورد او يوزر نيم عبير والباسورد 1 2 3، هو بيبدا يدخل على السام فايل ويبص كده على عبير ويبدا يبص على الهاش بتاعها وياخد على الباسورد يعمل له ايه؟ اللي انا كتبته له هو كمان يعمل له هاش، انا كتبت له 1 2 3 يعمل له هاش ويقارن الهاش ده بالهاش اللي موجود جوه السام فايل. ما احنا اتفقنا ان هو وان واي انكريبشن، ما بيعملوش ديكريبت صح. تمام، نفس الكلام في اللينكس، بس اللينكس على فكره بالمناسبه اللينكس اخر حاجه ريد هات 7 جوه الشادو فايل بينكريبت او بيهاش بالاس اتش اي 512. الكالي بيديكريبت طبعا. الكالي بيضرب الكلام ده كله يضرب. طيب فاكر لما كنا قلنا ان في برامج اساسا بتعملي باسورد ريكفري او مش باسورد ريكفري، تعملي ريسيت للباسورد. تمام، هي لما بتيجي تعمل برامج الباسورد ريكفري هي مش بتدخل جوه السام فايل وتقرا الباسوردات، بتدلت السام فايل، مش بتدلت، هي بتريسيت الباسورد، تعمل لها ريسيت بس، انما ان انت تلقط الباسورد لا. تمام واضحه. ابسط حاجه الادمن في بيئه الدومين مثلا، انا قلت لكم ان الادمن اصلا مش من حقه ان هو يعمل ايه؟ تشينج يعرف الباسورد، ومن حقه يريسيت الباسورد صح؟ ليه ما بيعرفش الباسورد؟ هيلقطها هاش ازاي ويعمل لها ديكريبت؟ ما بيعرفش الباسورد بس
من حقه ان هو يعمل رسالة. تمام؟ فطبعا قلنا الهاشنج الاصلي اللي احنا لسه متكلمين عنه ده بنستخدمه فين؟ في الانتجريتي. طب انا كده ضمنت فعلا ان السندر هو اللي بعت لي الداتا؟ لا، انا اتاكدت ان الداتا وهي جايه لي نوت الترت، انما انا شعرتني ان السندر ده هو اللي بعت لي الداتا. مقتنعين بالمشكله؟ لا. ايوه تمام. اديكوا اكزامبل تاني. لما بنيجي ننزل مثلا برامج من على موقع، ساعات لما باجي انزل برامج بيبقى جنبيها كده هاش، ثوانيه، ساعات بيبقى جنبيها ايه هاش، بعمل داونلود الملف ده. اديكوا اكزامبل، مثلا انا نزلت دلوقتي اي او اس على الراوتر، تمام، نزلت اي او اس، بعد ما دخلت جوه الراوتر انا شعرفني ان الاي او اس ده فعلا تراستد، مش جايب انا جايباه من مكان حد كان لاعب فيه، واحد هاكر عمل لي شكل اي او اس وحط لي جواه باكس، صح؟ فانا دلوقتي المفروض اكون منزلاه من مكان تراستد بالنسبه لي. اول ما انزله هاجي اقول له فيريفاي، تمام، واقول له مثلا الملف بتاعي انا عايز افيريفاي الام دي 5، هفترض ان هو جوه الفلاش، تمام، واكتب له هنا الهاش اللي على الموقع. طبعا في الاول هنا اقول له طبعا الاي او اس بتاعي، انا افترض ان ده الاي او اس الامتداد بتاعه دوت بن، ويا اما اضغط انتر هو هيطلع لي كي الهاش، يا اما انا بايدي كمان ايه اكتب الهاش هنا. لو الهاش اللي هو عمل له جنريت للملف ده طلع نفس الهاش ده، يبقى الاي او اس ده تراستد زي ما انا نزلته من على الموقع، تمام. انما لو مش نفس الهاش يبقى في حد لعب لي في الاي او اس ده، وطبعا لازم اكون منزلها من مكان تراستد. اقول لك حاجه؟ ماشي. طيب احنا بنتكلم ان هي انتجريتي بس مش اوثنتيكيشن، يعني هي معناها مثلا هو خد الباسورد بتاع عميل، شايف الباسورد صح ولا غلط؟ ما اعرفش مين اللي بعت له الباسورد، العميل ولا احمد ولا عمرو؟ بالظبط كده، خلاص مش هي دي اللي انت ماشي اوكي وصلت كده تمام اوكي. طب لو انا عايزه استخدم بقى الام تي 5 كاوثنتيكيشن، عايزه اضمن ان الطرف ده هو فعلا اللي بعت لي الداتا، فاكرين ال او اس بي اوثنتيكيشن والريب اوثنتيكيشن والاي اي جي اوثنتيكيشن، مش انا كنت بحط كي عند الطرفين عشان يتاكدوا فعلا ان هم اللي بيبعتوا لبعض؟ فعشان كده عملوا فيرجن تاني من الام دي 5 ومن الاس اتش اي اسمه اتش ماك ام دي 5، اتش ماك اس اتش اي. او في الاتش ماك ده بقى بنستخدم فيه كي بنسميه سولت، بنسميه ايه؟ سولت، تمام. يبقى هنا بستخدم مين؟ كي، وهو ده بقى الكي اللي انا ينفع ان انا اعمل له ديكريبت عن طريق البروت فورس اتاك. يبقى انا من شويه لما جيت دخلت على الموقع ده، هو راح فين اللي احنا طيرناه ده؟ تمام. لما انا دخلت عليه انا ما كنتش بعمل ديكريبت لايه؟ للقيمه الاصليه للداتا، ده الكي ذات نفسه هو اللي كنت بعمل له ديكريبت عن طريق البروت فورس اتاك، تمام. طالما الطرف اللي قصادي بعت لي كي اللي انا متوقعه منه، يبقى فعلا هو الشخص اللي انا متوقعه ان هو يبعت لي مين الكي ده، تمام. تعال مثلا عبير واستخدم هنا اي كي كده، والله ما انا مزعلك يعني، حتى شكلها خلاص كده تمام. ايه ده كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما اتفقنا الكلير تكست يدخله في المعادله يضربهم في الخلاط يروح مطلع لي مين؟ فيكسد فاليو او فيكسد لينث هاش فاليو. طبعا بيقول لك ان الهاشنج ده بنستخدمه في حاجات كتير زي الاي بي سيك، تمام، زي الباب والتشاب لو تفتكروا، زي عشان اعمل فيريفاي للاي زي ما احنا شفنا دلوقتي، تمام. بالمناسبة صحيح طريقة التشير، هو بيمسك الكاركترز كلها، بيمسك الداتا، زي مثلا عندي داتا بالمنظر ده، رخامة يا احمد معلش، تمام. اول حاجة خالص، تمام، اول حاجة خالص بيقلب الحروف، الكابيتال يقلبها لي ايه؟ يبقى دي كابيتال، ثلاثة كده صح؟ والحروف ينزلها زي ما هي،
وبعد كده لو ما كانوش كملوا 14 كاركتر هو يكملهم كده. كام؟ 3 في 5 ب 15، 18. تمام. المهم يعني لو ما كانوش كملوا 14 كاركتر ايه يكملهم مسافات، وبعد كده يقسمهم بالنص. ايه؟ لا مسافات. تمام. وبعد كده يقسمهم بالنص، هفترض مثلا ان النص لغايه هنا مثلا يعني. تمام. يمسك النص ده ويطلع له الهاش، وبعد كده النص التاني هو كمان يطلع له الهاش. ده النص التاني مش اعتبروه النص التاني اهو. تمام. وبعد كده يحط الاثنين دول جنب بعض. دي الطريقه اللي بيعمل بيها جنريت للهاش. تمام. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا عم. وقلنا تاني ان انا عندي ايه؟ ال MD5 وال SHA، وفي عندي SHA1 وفي SHA2. طبعا كان في MD5 4. تمام. ده كان طبعا الهاش MD4 سوري MD4. تمام. ال SHA1 ده حجم الكي بتاعه 160 بت، اتفقنا ان ده هيجنريت قد ايه هكسا؟ 40. وفي ال MD5 ده هيجنريت قد ايه هكسا؟ 32. وطبعا ده خلاص بقى عرضه للبروت فورس اتاك، احنا شفناه بعينينا دلوقتي انه انضرب بسهوله جدا. في ال SHA2 بقى في منه كذا كي كذا فليفر، 224 القيم دي كلها. تمام. وده مقارنه طبعا ما بين الاثنين. ال MD5 طبعا لان التشفير بتاعه اضعف فعشان كده اسرع، وطبعا اقل في السكيورتي. تمام. وده الكلام بتاع ال HMAC، شفتوا هنا مش الداتا بس اللي ضربها في الخلاط، ده جمع معاها مين؟ السكرت كي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ خلاط جميل. خلاط جميل. وكنا طبعا بنأكد تاني ان الكي دلوقتي هو اهم حاجه. تمام. عايزه اعرف ازاي ان انا اعمل جنريت للكي. هنشوف دلوقتي ان في اتنين عباقره عملوا لي حته طريقه. لا 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 مش انتوا خالص، مش انتوا خالص. تمام. عملوا لي حته طريقه اصلا عبقريه عشان ان احنا ننقل الكي بطريقه سكيورد، وعشان افيريفاي ان الكي بتاعي سليم. تمام. ويا ترى الكي ده هيتسيف فين؟ اغلب السيستمات بتسيف الكي جوه الميموري. جوه مين؟ جوه الرام. تمام. طب ازاي ان احنا نتبادل الكي بطريقه سكيورد؟ طب افرض ان الكي دلوقتي اتضرب، اعرف ازاي ان الكي اتضرب عشان ابقى دايما باستمرار اب تو ديت للكيز اللي هي اللي هي يعني اللي ما انضربتش اللي شغاله تمام، عشان تفضل المكان بتاعي سكيورد. مصطلحين كمان كده نفرق ما بينهم، الكي سايز والكي سبيس. على سبيل المثال ال MD5 الكي سايز بتاعه قد ايه؟ بيشفر في كام بت؟ 128. الكي سبيس بقى معناه عدد العمليات الحسابيه اللي مطلوبه مني علشان ان انا اضرب الكي ده، يبقى كام؟ 2 اس 128. يبقى ال MD5 الكي سايز بتاعه 128، والكي سبيس بتاعه 2 اس ايه؟ 128. تمام. وخدوا بالكم من حاجه، كل ما الكي نفسه اصلا كل ما زاد رقم واحد بس، ده بيتضاعف عمليات الحسابيه. يعني مش مثلا اربعه بس. ايوه. لو حجم الكي بتاعي 2، 2 اس 2 ب 4. حجم الكي لو زاد عندي بت واحده بس، هيضاعف عندي العمليات الحسابيه المطلوبه مني عشان ان انا اضرب الكي. فلو انا مثلا عندي ال MD5 128 وال SHA 160، دي مش حاجه بسيطه، ده كده زودها زود السكيورتي جدا 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 فوق ما تتخيل. تمام. بص هنا كاكزامبل، لو انا عندي حجم الكي مثلا هنا ده الديس مثلا، حجم الكي لو 56 بت، شوف مطلوب مني كام عمليه حسابيه عشان اضربه. طب لو زاد بت واحده بس، بص العمليات الحسابيه بتوصل لكام؟ لا لما وصل 4 بت زياده الرقم المهول ده. تمام. ده المقصود بايه؟ بالكي سبيس. وجايب لك هنا جدول كده يعني بيقول لك لو حجم الكي بتاعي مثلا بروتكشن اب تو 3 ييرز، لو حجم الكي بتاعي 80 بت، مطلوب مني 3 سنين عشان اوصل للكي ده بالنسبه للسيمتريك. طب بالنسبه للاسيمتريك هنشوف ايه كمان شويه، ايه السيمتريك والاسيمتريك ده. تمام. طب لو حجم الكي بتاعي 96، بص وصل لكم؟ 10 سنين. تمام. لغايه ما يوصل ل 256 بت، 256 بت ده بيقول لك بروتكشن اجينست
كوانتم كمبيوترز. الكوانتم كمبيوترز دي الاجهزه بقى اللي هي ايه لسه النيكست جينيريشن بقى، الاجهزه اللي هي حاجه كده وهميه، طريقه التعاملات بتاعتها حاجه وهميه. فلو احنا اصلا وصلنا للكوانتم كمبيوترز دي بيقول لك حتى لو حجم الكي بتاعها 256 بت مش هيقدر ان هو يضربها، تمام. وطبعا باكد للمره المليون ده على مستوى، لو هنتكلم على مستوى افراد عاديه، لو لكن لو هنتكلم على مستوى حكوميات او منظمه او مستوى منظمات، احنا بنستخدم الافات الاجهزه عشان يضربوا الكي دي، وصاع الحمل على الافات الاجهزه عشان ايه يضربوا الكي، تمام. وطبعا ده بيقول لي كل ما الكي صغر كل ما ايه البروسيسنج بالظبط، كل ما الكي زاد السكيورتي هتزيد، بس البروسيسنج على الاجهزه بالظبط، تمام. اعمل لكم ده، ندخل في الكريبتو كونفيدنشالتي في فيديو جديد عشان ما يطولش ده. اوكي.